أن المقاومة استطاعت أن تفاجئ هذا العدو، وهذه المفاجأة تتطور وتتطور وتتطور حتى وصلنا إلى هذا اليوم، حيث قال رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق أن هناك 75 ألف عسكري جندي إسرائيلي على الحدود مع لبنان، ولم تستطع هذه القوى حتى اليوم أن تدخل إلى، عندما تدخل إلى الأراضي اللبنانية، أن تثبت في أي نقطة داخل الأراضي اللبنانية. ما فعلته المقاومة وما تفعله المقاومة حيال هذا الهجوم وهذا العدوان هو تنفيذاً أولاً لواجبهم، ثانياً تنفيذاً للتحدي الذي أطلقه سماحة الأمين العام رحمه الله الشهيد السعيد السيد حسن نصر الله الله عليه، حيث قال أنه يتحدى العدو وجيش العدو بأن دباباته كلها ستحرق ولن يعود لديه دبابات، وذكره أيضا لنتنياهو أنه يتحداه في عدم قدرته على عودة المستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة.